كم عدد أبواب الجنة وما أسماؤها؟ الجنة هي المكان الذي أعده الله تعالى لعباده المؤمنين الموحدين بعد بعثهم وحسابهم كمكافأة لهم، وهي دار النعيم الذي لا يشوبه نقص. فيها الأنهار والعيون والأشجار والثمار وكل ما ينعم به الإنسان، وهي درجات متفاوتة. أعلاها الفردوس الأعلى تحت عرش الرحمن، مفتاحها لا إله إلا الله محمد رسول الله والأعمال الصالحة. أول من يدخلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يشفع للمؤمنين بدخولها. للجنة 8 أبواب، وقد ثبت ذلك في العديد من النصوص الشرعية، منها عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة 8 شاء. وفي رواية: لأدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي باب من أبواب الجنة 8 شاء. ولهذه الأبواب أسماء ثبتت بنصوص شرعية، مثل باب الصلاة وهو باب المكثرين من الصلاة، باب الصدقة وهو باب المكثرين من الصدقة والمتصدقين وأهل الزكاة. ثالثا باب الجهاد وهو باب المجاهدين في سبيل الله. رابعا باب الريان وهو الباب الذي يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخل منه أحد غيرهم. الباب الخامس هو باب الأيمن وهو باب الشفاعة الذين يتم الشفاعة لهم. الباب السادس هو باب التوبة، كما قيل عنه باب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو باب خاص بالتائبين وهو مفتوح منذ خلقه الله ولا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، حيث يغلق ويفتح يوم القيامة. وأخيرا باب الكاظمين الغيظ. منها ما اختاره بعض العلماء لوجود إيماءات وإشارات في النصوص، مثل باب لا حول ولا قوة إلا بالله، وباب الذكر، وباب العلم، وباب الحج، وباب الراضين. أهل الجنة. صفات الرجال في أهل الجنة: يبعثهم الله على صورة أبيهم آدم، وفي 33 من العمر كيوسف، وكقلب أيوب، ولسان سيدنا محمد، لا ينامون ولا يموتون. وصفات النساء هما صنفان: صنف الحور العين، وصنف نساء الدنيا المؤمنات. وأخيرا صفات الغلمان، وهم خدم الجنة الصغار، وهم خلق من خلق الجنة، وهم من تمام النعيم لأهلها، ورؤيتهم تبعث المسرة. وأخيرا ماذا يوجد في الجنة؟ المولودون في الجنة، وهم رحمة من الله لمن حرم من الإنجاب في الدنيا.